ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الموصل مراسلنا وسام يوسف. وسام، مرحبا بك معنا. كيف هي الأجواء لديك في الموصل مع قرب إعلان النصر بشكل كامل، وهل من تطورات جديدة فيما تبقى من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش أو يوجد فيه فلول لمقاتليه؟ تفضل وسام. نعم، بما يخص بالفعل الأجواء الاحتفالية لا زالت هي الصفة الملازمة في الموصل هذه الأيام. هناك احتفالات شعبية على الأرض كبيرة، وبالإضافة إلى هذا هناك لا زالت استمرت القوات العراقية، هي لا زالت مستمرة بتفتيش وبعض المناطق المحاذية لنهر دجلة من الموصل القديمة. هناك أعمال تفتيش لجميع المنازل وجميع الأحياء الأزقة التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية. اليوم عثرت القوات العراقية على 3 انتحاريين في سرداب أحد المنازل من عناصر داعش الذين كانوا لا زالوا متخفين، تمكنت من قتلهم 3، ولا زالت القوات العراقية تحاول استمرار فيها أعمال التفتيش بالكامل إلى حين تأمين الموصل القديمة بالكامل وعودة الأهالي إليها. بالتزامن مع ذلك، هو لا زال رئيس الوزراء العراقي متواجدا في مدينة الموصل، وكما أخبر وسائل الإعلام هو لا زال بانتظار إشارة القوات العراقية لانتهاء أعمال التطهير والتفتيش بشكل كامل لكي يعلن عن تحرير مدينة الموصل بشكل كامل. نعم نعم، هذا بشكل عام. أريد أن أسألك في جزئية نريد أن نسلط عليها الضوء، خطرت على بالي وسام اليوم، المناطق التي خرج منها داعش في الموصل، ما الذي تم اكتشافه؟ هل نتحدث هنا ربما عن أنفاق، عن سجون سرية، عن مخازن كان يخزن فيها أسلحة أو غذاء أو ما إلى ذلك؟ هل تكشفت بعض هذه الأمور حتى الآن؟ بالتأكيد الكثير من مقرات داعش التي كان يستعملها مقرات داعش تم اكتشافها. مثلا دخلنا قبل يومين إلى منطقة كنيسة الساعة، أسفل هذه الكنيسة كان أحد المقرات الكبرى أو مراكز قيادة داعش لإدارة عملياته. نعم، إدارة عمليات معارك الموصل. عدد من السجون كذلك في منطقة الميدان تم العثور عليها. العديد من المنازل تم العثور كانت تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة لمقاتلي داعش، كانوا يخزنونها في المنازل وفي سراديب هذه المنازل. عدد من السيارات المفخخة أيضا تم العثور عليها من قبل القوات العراقية، تمت معالجة قسم منها وتفجير القسم الآخر. بالتأكيد مثل ما ذكرت، الكثير خلفه داعش في هذه الأماكن الضيقة وفي الموصل القديمة تحديدا، ولا زالت القوات العراقية تحاول التمشيط بشكل كامل و الكثير من العبوات الناشفة التي زرعها بالقرب من المنازل. نعم، وأمامهم الكثير ربما من العمل حتى بالبدء بإعادة المدنيين إلى مدينة الموصل. شكرا جزيلا وسام يوسف مراسلنا من الموصل، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك.